سويعات قبل موعد أذان المغرب يجتمع شباب الأحياء بمدينة بنان أمام منازلهم يتسابقون لإعداد المركوضة. هي نوع من الحلويات تصنع من أبيض البيض والخل وقليل من السكر. تكون من الأبيض العظم والخل والسكر، من بعد تتزين بالفاني، بانان، لوز، بيستاش، انت كل قديرو قدرو. عاده كيك خذيناه من جدودنا من قبل، وتبقى كل حد كيفاش، واحد نص ساعه، واحد ساعه، ساعه غير ربع. انت خفت ليد، وانت نوعيه الثريده خاطر تفرق زاد تلموا بها. انا قصر بها الوقت قبل شغل الفطر. بعد باش تزينها شويه لوز، شويه كاجو، وشويه ستار، شويه بانان، وباش تفوحها سكر فاني ولا زهر. فهي اتخذت شكلا احتفاليا فرجويا كل مساء، فالكل يتنافس لإعداد أجملها شكل وألذها طعما. فهي تقدم هدية من الخطيب إلى خطيبته عند زيارة أهلها في ليلة من ليالي رمضان. المركوذة ذي ليلة 27 حكاية سبيسيال مع البنانية، يهزها الخطيب لخطيبته كهدية، كموسم، كود ومحبة كما نقولوا. علاش يهزلها من الكعبة؟ يسلك كل قدير وقدره، كل واحد كاش يهز، ساعات يهز واحد زوز، ساعات يهز ثلاثه، كل عائله ما شاء الله كبيره يهز لها ما شاء الله زاد. تجار بنان نقلوا العاده هذه للوطن القبلي، ويقولوا لها الكرديانه عندهم. كل سنه احنا نحرصوا معناها على توفير اجواء تنشيطيه للصغيرات والاولياء. تظاهر خارق العاده الحقيقه، تقوم بالحركيه ثقافيه وتساهم في الحركيه الشارع التجاري عندنا في بنان. معناها الزوار جونا برشا زوار اليوم من مختلف المدن، حاجه خارقه للعاده، وعاده معناها تورثناها على جدودنا تخلينا نزيدوا نبرزوا بالمدينه نتاعنا. المركوذه هي احدى التقاليد الغذائيه المنتشره بجهه الساحل وخاصه مدينه بنان، التي حافظت على هذه العاده الغذائيه واقامت لها مهرجانا كل سنه في السبت الاخير من شهر رمضان.